السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا حلوة من حلويات 2019، حلوة جافة راح تكون بذوق الشوكولا والكراميل من أطيب وأروع ما يكون. أنا سميتها صابلي بنينو بومبينو. راح نخليكم تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير وتعرفوا علاش سميتها بهذا الاسم. نتمنى لكم مشاهدة طيبة للفيديو. الصابلي عندي المقادير التالية: عندي هنا في الوعاء 125 غرام مارغرين راهي طرية بدرجة حرارة الغرفة، نحتاج هنايا إلى حبة بيض وصفار. هنا عندي حبة بيض وصفار، ما راهمش زوج حبات بيض، حبة بيض وصفار. نعاود لكم، هنا عندي ملعقتين كبار تاع النشا مايزينا، ملعقتين كبار ماشي معمرين تاع السكر ناعم بودرة، ملعقة صغيرة ماهيش معمرة بزاف تاني تاع خميرة الحلويات، ملعقة كبيرة تاع كاكاو بودرة. نحاول نختاروا نوعية جيدة دائما كما نقول لكم باش تجيكم الحلوة ديالكم بنينة. وحنزيدوا نعطروا الحلوة ديالنا هذه بالملعقة كبيرة من كريمة التوفيا ولا صلصة كراميل تباع جاهزة تشبه النسلي كراميل واسمها التوفيا، تلقاوها عند اللي يبيعوا مواد الحلويات. واللي عندها النسلي كراميل دير ملعقة كبيرة من النسلي كراميل، واللي ما عندهاش كامل كامل تستغنى عليها وتعوضها بملعقة كبيرة من عطر الكراميل، ولكن إلى دارتها تنقص شوية من السكر، أو عفوا تزيد شوية من السكر لأنه هذه حلوة. إلا استغنينا عليها تزيدي شوية من السكر البودرة. ملعقة هنايا تاع خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة ماشي معمرة بزاف، منساوش رشة تاع الملح. ونعطر الحلوة ديالي بلافاني ونلم العجينة بالفرينة. إن شاء الله كل المقادير راهي واضحة. نروح نبداو الآن في طريقة التحضير. طريقة التحضير راهي سهلة بزاف. إذا على هذيك لا مارغرين راح نزيد نحط لها شوية تاع لافاني، إلا عندكم غبرة ديرو غبرة. راح نحط حبة بيض وصفار، نعاود نذكركم بالمقادير: 125 غرام مارغرين، حبة بيض وصفار، راح نزيد هذيك الرشة تاع الملح، ونحط هنا ملعقتين تاع النشا، نحط ملعقتين تاع السكر بودرة ناعم نغربلهم باش نتفادى أي حبيبات خاصة في سكر غلاس. نحط كذلك الكاكاو البودرة، قلت ملعقة كبيرة معمرة مليح، نغرب لهم. راك تشوف الحبيبات اللي تحصلنا عليهم، لذلك من الأحسن نغرب لهم هكا، ونخلط هذه المكونات مع بعض. نخلط هكذا حتى نتحصل على هذا الخليط الكريمي كما راكم تشوفوا فيه. نخلطوا غير باليد، اللي تحب تستعمل لو باتور تقدر دير لو باتور. نضيف هنايا هذيك الملعقه الكبيره تاع صلصه كراميل، عطينا يعني ذوق رائع في الحلوه هذه، الذوق تاع الشوكولا مع الذوق تاع الكراميل. نزيد ندخلها هنايا هنا، والان نلم العجينه ديالي بالفرينه. نحط هذيك الملعقه الصغيره تاع خميره الحلويات، نبدا نزيد في الفرينة تدريجيا، نردو بالنا. تنتحصلو عجينة تاع الصابلي العادي، ما تكونش يابسة بزاف، تكون طرية. هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها البنات، هايليك كما قلت لكم ما تيبسوهاش، تكون طرية. طميتها مليح. هاد العجائن من الاحسن كي نخدموهم لاباط صابلي دائما نطموها مليح هكذا، ونحطوها في كيس غذائي وندخلوها للثلاجة ترتاح على الاقل حوالي نص ساعه. كي ترتاح في الثلاجة تعطينا نتيجة مليحه. العجينة ديالي راني خرجتها من الثلاجة بعد ما ارتاحت، خليتها لنا حوالي نص ساعة. نجوزو الآن لتشكيل العجينة ديالنا. باش نشكلها هنا عندي كيس بلاستيكي باش يسهل عليا العمل، اللي عندها السيلبات تستعمل السيلبات. هنا راهي باردة شوية، نزيد نرش هكذاك شوية فرينة برك باش نتأكد أنه ما تلصقليش، ونفتح العجينة ديالي. الكيس راح يساعدنا بزاف،
وها كيما نحلو الصابلي تماما. ثم نطبع دوائر بهذا المول هذا اللي دخلته في الفرينه، فيه 6 سنتيمتر، تقدري ديري حتى تاع 7 سنتيمتر. هذا الشكل هذا ونحطها في صينيه. كيما راكم تشوفوا السمك تاع العجينه ما تكونش خشينه بزاف لانه فيها الخميره. والثاني عندنا طبقتين تاع العجين. بعد ما شكلتهم ندخلهم للفرن على درجه حراره 170 درجه مئويه ونعسوهم. راكو تعرفوا العجينه راهي بنيه صعيبه باش نعرفوا اذا كان طابت. هادو ماهمش راح يطولوا لي حوالي 12 الى ربع ساعه لو ماكسيموم ونخرجوهم. وبالنسبه هادو اللي نعملوهم دورين راهم ليك شكلتهم انا في السنيوه، راح نعملهم ثقب هكذا في الوسط. من الاحسن هاد الثقب نشكلو هكذا في الصينيه باش الحبه تاع الحلوه ديالنا تبقى محافظة على الشكل ديالها. هذا نحاول نحب كاش حاجة نرفدو هكذا اللي عندها هاد الأداة. هكذا راح يتنحى بكل سهولة. هاوليك ونكمل بنفس الطريقة. لازم نديرو نفس العدد تاع الحبات اللي يكونوا ما فيهمش الثقب. وحتى هادو ما ندخلهم الفرن على درجه حراره 160 الى 170 درجه مئويه. نردو بالنا في الطياب كما قلت لكم هادو ما يطولوش، وكي يطيبوا كذلك عفوا نردو بالنا بزاف لانه كما كتشوفوا يعني الثقب راه كبير والعجينه راهي رقيقه باش ما يتكسروش معنا. الحلوه ديالي هاي اللي راهي طابت راني خرجتها من الفرن. نزيد نسنى هادوك الدوائر اللي مثقوبين هادوك ثاني نسناهم حتى يطيبوا ونروحوا نديروا مونتاج على الحلوه ديالنا. نروحوا الان لتحضير الحشو ديالنا. في الحشو عندي هاد المقادير، عندي شويه كاطو هنايا راني رحيتو هاوليك هنايا، خدي اي كاطو تحبيه. عندي شويه كاوكاو محمص ومرحي، تقدري تعوضيه باللوز بالجوز بالبندق، المهم يكونوا محمصين. ابغ ولا درتي الجوز، الجوز ما تحمصوش. وعندي هنا كميه من حلوه الترك، ممكن هنا تحطي هنا اي حاجه تحبيها. هذه لافارس تشبه البنيون، و كما تعرفوا البنيون نحطوه في اي حاجه. اذا كان عندك شويه جوز الهند كذلك ممكن تحمصيه وتحطيه لهنايا. المهم اي حاجه ممكن تضيفيها. وانا رايحه نلم هاد المكونات، ملعقه كبيره من صلصه التوفيا وملعقه كبيره من شوكولا الطلاء، يعني نحط هذه ونبدا نزيد في الشوكولا حتى نتحصل على خليط يكون متماسك. نحط كمية من الشوكولا، ونزيد كذلك هاد الصلصة، هذه صلصة التوفيا اللي عندها نسلي كراميل، تقدر تحط نسلي كراميل، ونطب هاد المكونات كامل مع بعض. إذا هكذا نطبها حتى نتحصل على كشغل العجينة اللي نقدر نكورها باليد هكذا. هايلك هذا هو القوام تاع العجينة. نروحو الان نشكلو الكرات ديالنا تاع الحشو. بالنسبة للحشو نحتاجو هاد المول تاع دومي سفاغ، راه متواجد في الاسواق. هذا هو، راح ناخد كمية من العجين، راح نوزنها حوالي 45 غرام ونشكلها على شكل كرة ونحطها داخل هذا المول. 45 غرام حجينا سوا سوا قد الحجم تاع المول، ونحطها هنا لداخل. نوزن دائما 45 غرام هكذا. بعد ما شكلتهم ندخلهم للثلاجة
باش يشدوا روحهم شويه وياخذوا بيان لا فورم. انا راجل لا فورم اللي حندخلهم للثلاجه الى المجمد حوالي ربع ساعه والا حوالي نص ساعه في الثلاجه. الحلوه ديالي بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها، هاوليك شوفوا كيفاش جات، هذا هو الشكل ديالها. هادو ثاني اللي جاوا على شكل دوائر هاوليك هنايا. الان راح نلصقوا زوج مع بعض. راح نستعمل انا صلصه التوفيا، الا ما عندكش صلصه التوفيا ديري نستي كراميل ولا ديري لا كونفيتور هنا كيما تحبي. نلصقهم هكذا اثنين هكذا مع بعض بهذه الطريقه هذه، ونزيد كذلك نعمر هذا اللي في الوسط بالنسبه لكراميل. هكذا بهذه الطريقه انا نكمل الكميه اللي عندي ونعاود نرجع معكم. البنيون ديالي هاوليك راني خرجته من الثلاجه بعد ما يتناسك، هاوليك يتنحى بكل سهوله. انا درته في المجمد باش نربح الوقت. الحلوه ديالي راني كما شفتوا راني لصقتها بالنسلي وعمرت هذاك الفراغ. حبيت نقول لكم بلي الطابع اللي تستعملوه باش تقطعوا به لي صافي ديالكم يعني يكون بالتقريب شويه كبير على هذا الحجم تاع المول، يكون كبير عليه شويه. تحبوا تستعملوه شكل دائري، تحبوا تستعملوه شكل مربع ثاني يجيكم شباب. عندي هنا ثاني شويه تاع التوفيا. نروحوا للتزيين تاع الحلوه ديالنا هكذا، ناخذ قبل هذه ندير لها شويه توفيا هكذايا باش تلصق لي مع الصابلي هنا هذا هكذا من الفوق. نحطها هكذا انا كامل دوك نحطهم كامل من الفوق ونعاود نرجع معكم باش نشوفوا التتمه تاع التزيين تاع الحلوه ديالنا. نحطهم هكذا بهذا الشكل هذا. بعد ما لصقت هذوك لي بول تاع البنيون فوق الصابلي ديالي ذوبت شوكولا داكنه عملت ان كلاصاج. راح نخلي لكم رابط الفيديو تاع طريقه تذويب الشوكولا. وعندي هنايا سلوه فرشت لها بابي دو كويسون باش نديروا الكلاصاج ديالها باش كنحطوا الحلوه ديالنا ما تلصقناش. نروح نعملها لو كلاصاج، نرفد الحبه تاع الحلوه ديالي نحطها هكذا فوق شوكه ونرفد هكذا ونرمي عليها. ومن بعد نخبط الشوكه هذيك شويه باش ينزل هذاك الزائد تاع الشوكولا ونحطها فوق ورق الطهي باش تنشف. ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الحبات. الحلوة ديالي في شكلها النهائي في طبقة التقديم ها هي هنا أمامكم. بعد ما نشفت زدت لها خطوط هكذا من الفوق يعني بنفس الشوكولا، زينتها بديبول أرجنتي من الفوق مع لافوي دوغ، درتها في الكيسة الثانية بالدوغي. والآن ما بقى لي فقط أني نقسم لكم حبة باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش يجي. هذا هو الشكل تاع الحلوه ديالنا، شوفوا كيفاش تجي. تجي الطبقه تاع الصابلي، عندنا النسلي كراميل في الوسط، وعندنا الطبقه هذه تاع البنيون. تجي حلوه ما شاء الله، شوفوا تجي طريه من الفوق بالكراميل، يعني حاجه ما شاء الله وحاجه بزاف بنينه. كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، حلوه جافه بذوق الشوكولا والكراميل من اطيب ما يكون. انا طلقت عليها اسم صابلي بنينو بومبينو، سميتها بنينو نسبه للطبقه هذيك تاع البنيون اللي عملناها من الفوق، وبومبينو على جال الشكل ديالها اللي جات بومبي من الفوق. ان شاء الله هاد الحلوه تنال اعجابكم، ونتمنى من كل قلب تجربوها وما تحرموش نفسكم البنه هذه تاع الكراميل والشوكولا وتاع البنيون هذيك. صدقوني بنه من اروع ما يكون بمقادير بسيطه، راح تعملوا حلوه راقيه شكلا ومذاقا. اذا كان هذا هو الفيديو، اشكركم على حسن المتابعه.
دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في فيديو آخر بحول الله مع حلوة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.